ايه ضمال يا كبير؟ يا كيف في الوقع المربره بدي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمه ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم ولا ايه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى كبير. شوف تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عمن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اني قنقف. قول اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطه منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفكلنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وحيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وحنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه، وحنعرفه كيف. نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا رجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده بينا يبقى مرر طافع. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي حسيبكو سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعمله زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني، ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصتلك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده.
وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعه 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول. وما تنساش تبعت لي العموله بتاعتي، انا باخد 10%. مسافه السكه والفلوس هتكون عنديك، بس انت متاكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول للمراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنتي الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن